سيد عبد المجيد تبون سيد رئيس الجمهورية بالتنسيق مع سيد بن عبد الرحمن أيمن وزيرنا أول، وبعد مواصلة مع أخيه السيد قيس سعيد رئيس الجمهورية التونسية، وكلفني أولا بتقديم تحيات الرئيس لأخيه الرئيس التونسي، وتحياته وتحية الشعب الجزائري للشعب التونسي بالخصوص في هذا الوضع العصيب اللي تواجهه تونس الشقيقة. وكلفني بأن أعمل كل ما أقدر نعمله لتقديم مساعدة للشعب التونسي الشقيق. المساعدة في الوضع الحالي هي مساعدة لمواجهة هذا الوباء، وإحنا كذلك نواجه الوباء، وكذلك إحنا في بلدنا العدد يرتفع ورانا في حالة مقلقة. إذا انطلقنا في العمل مع زملائي في القطاع الصحي، وفيه طائرتين محملة بعتاد طبي وأجهزة طبية متنوعة وأدوية، كلها بالطبع لمواجهة هذا الوباء. وفيه كما قلت فيه شاحنات للأكسجين، لأنه هو العلاج حاليا والطلب هو طلب الأكسجين. وكذلك لأن حاليا احنا بالنسبة لمحاربة هذا الوباء هو اللقاح، إذا حصلت الجزائر على كمية من اللقاح، وطلب مني سيد رئيس الجمهورية أن نتعاون مع تونس الشقيقة بالنسبة للقاح. فيه 250 ألف جرعة من لقاح سينوفاك. إذا هذا كله في إطار تضامن بين البلدين، وإحنا نتذكر مساعدة تونس وما مساعدة تونسية، وما نتفكر ساقية سديد يوسف في 1958 وضحايا تونسيين في ساقية سديد يوسف. ولو ما كانت الحدود، لأنها نتيجة شعب واحد مصير واحد. إذا احنا في الحقيقة ما اعتبرش نفسي في بلد آخر، ويستمر العمل معنا مع بعض. وإذا كان فيه لقاح أو فيه أشياء أخرى أو من طرف التونسي أو لماذا من طرف الجزائري طلب، احنا محتمين نتعاملوا مع بعض. شكرا.